اسمه الربو القصبي، زين برونكيلا اسمه، شنو الديفينيشن مالته؟ ريفيرسيبل اوبستركشن اوف لارج اند سمول اير ويز. ليش نسميه ريفيرسيبل؟ يعني ممكن يرجع للنورمال وذ تريتمنت اور وذاوت تريتمنت. من اسمه ريفيرسيبل يعني مو كونتينوس اوبستركشن، ريفيرسيبل اوبستركشن اوف لارج اند سمول اير ويز ducts due to hyper responsiveness to various immunological and non-immunological stimuli. يعني شكو اكو stimulus شيء يحفز، يعني واكو اكو predisposition اللي هو الاتيوبي، فيجي بشكل obstruction فيسمونه obstructive airway disease. الايروي ديزي قسموها obstructive و restrictive. الobstructive من ضمنها الاسم، فهو chronic inflammatory lung disease. chronic inflammatory lung disease يعني مو infection، الاسم ما يعدي يعني مو infection لا viral ولا bacterial، بس then infection ممكن تكون triggering factor for asthmatic attack. فش يجون؟ ممكن يجون كف، ممكن يجون ويز، ممكن يجون دسنية، ممكن يجون chest tightness أو chest pain، ممكن يكون يعني easy fatigability. فهاي كلها مو شرط كلهن، واحدة منهن ممكن يكون asthmatic. يعني nocturnal cough اللي هي cough at night، night cough maybe asthmatic patient. هذا كل شيء ما عنده بالنهار طبيعي 100%، بالليل نص الليل للصبح يبدي يقحقح يوميا. فهاي nocturnal cough maybe a sign of asthma. او يجي بس ويز انت قاعد تسمع صدره يوصوص يعني، او كف اتاكس اوف كف تجي بين فتره وفتره فدراي كف ويطلع اسماتيك، او تشيست تايتنس هو يعني ضيق بصدره، يحس يقول لك انا ما اخذ نفس براحتي فتشيست تايتنس. بالاضافه الى اكو تريجرنج فاكتورز، يعني مثلا الكولد اكسبوجر يطلع من بيت دافي لو جو بارد راسا يتنك، او تجي القحه كف، او اكسرسايز اندوس اسما اللي هو اكثر من 80% اوف تشيلدرن عندهم اكسرسايز اندوس اسما، من يلعب من يركض يمكن حتى اذا دغدغه ضحكه هواي يتنق الطفل او تجي القحه، فهذا يسموه اكسرسايز اندوس اسما. او يعني بولنز بيام الربيع من حبوب الطلع واللقاح هواي مال الاشجار قوم يتنق. من البرفيومز عطر بريحه قويه او معطر، دخان سموك، البخور، التراب، الهاوس داست وغيره. فهاي كله ممكن يكون تريجرنج فاكتور. تريجرنج فاكتورز تختلف من شخص الى شخص، يعني مو شرط العطر اللي حسسني اني الاسماتيك يحسسك انت الاسماتيك، انت جوز مو من العطر، احتمال من الدخان، احتمال من التراب، احتمال من حبوب الطلع، كل واحد يتحسس من شيء او اكثر من شيء خاص بي. فالاتوبي از ديفرنت بتوين بيبل، الميولوجيكال سيستم مالتنا يختلف من انسان لانسان، فلذلك الاستيمولاي هم تختلف من واحد الى واحد. زين، لذلك الديزنسيزيشن كل الصعب، كل الصعب لانه يختلف بين البشر. اكو ناس تحسس من الشمس، يعني بس تطق الشمس يتنك، يعني اذا قاعد بسياره والشمس على الجهه مالته يتنك. يعني عمتي كانت هالشكل، ام زوجتي كل شيء ما تتحسس من اي شيء بس من الشمس، يعني من تسافر اذا قاعده بالجهه اللي بيها شمس اعتبرها تنقت، يعني جهه الاسماتيك اتاك لازم تستخدم انهيلر. زين، شيء غريب يعني. فالمحسسات تختلف باختلاف الناس، اكو بريديسبوزيشن ما حد يعرف ليش، يعني وابيه نظريات يعني. زين، فالاسم هو عاده هو قلنا كرونيك انفلاماتوري لانج ديزيز، فلذلك ننطي ستيرويد. شو يشتغل هنا؟ ينطي يشتغل كانت انفلاماتوري الستيرويد هنا بالاسم، يشتغل كانت انفلاماتوري. زين، الاسم ان تشيلدرن عاده مور ان ميل، بالاولاد اكثر من البنات، فالولد يعتبر ريسك فاكتور. الحد تقريبا البيوبرتي والايرلي ادلتود راح يساوون الميل والفيميل يكون ايكوال. بعد 40 اسمه از مور ان ويمن، بالنساء اكثر من الرجال، بالاولاد اكثر من البنات، بالشباب تقريبا ايكوال الانسيدنس، بالكبر بعد 40 مور ان ويمن. يقولون maybe related to hormonal factors، يعني زين اللي هي اللي عند الفيميل تختلف عن الميل. اكو ريسك فاكتورز فور اسما اللي هي شنو؟ مثلا واحد عنده frequent symptoms بالفيرست يير اوف لايف، recurrent wheeze
ريكرنت ويز بالفيرست يير اوف لايف، هذا معرض يكون اسماتيك. عنده اكزيما اتوبيك ديرماتايتس شايفيها، هذا البيبي اللي يجون وجهه يصير سكيلي ودراي ويورد، يعني وجهه خشن، يعني اكزيما اتوبيك ديرماتايتس. فذول وبالبوست طبعا يزيدها من يبوسون بيه الطفل، فهذه لها علاقه ويا الاسمه. والاليرجيك راينايتس سماتين السنيزنج، العطاس سيزونال او سمو انوال، يعني على طول السنه دائما يعطس يعطس يعطس، هاي الليرجيك راينايتس. ذول اهم هم ماتين مور لايبل فور اسما، ممكن يكونون اسماتيك. اللي عندهم اليفيتد اي جي اي ليفل، عندهم هاي سيرم اي جي اي، هذا طبعا هو شنو هذا، هذا الاي جي هذا هو الماركر مال الاتوبي. فكل ما يكون عالي كل ما معناه انتج مور اتوبيك. اذا ماتيرنال هيستوري اوف اسما، ماتيرنال يعني شنو، يعني من جهه الام شافوا انه الاطفال اللي هم اسماتيك از مور لايبل تو بي اسماتيك اكثر ما يكونوا ابوه اسماتيك. فالماتيرنال هيستوري اوف اسما مور امبورتنت هنا يكون بالفاميلي هيستوري. والماتيرنال سموكينج، لان الام ما هي اقرب للطفل من الاب، دائما دائما الطفل بحضنها، دائما قريب عليها، دائما هي شي از هو جيف ذا كير فور ذا بيبي. ف ماتيرنال سموكينج راح يصير هو باسيف سموكر البيبي ويا امه، فهنا يكون مور لايبل تو بي اسماتيك. فهاي الاسماء ديفرنت برزنتيشن ممكن يجون. شنو الباثولوجي اوف اسماء؟ من اسماء انفلاماتوري لانج ديزيز، انفلاماتوري لانج ديزيز يعني شو راح يصير؟ راح يصير اوبستراكشن اوف ذا اير فلو، اير فلو اوبستراكشن بالاير ويز، باللارج والسمول اير ويز يصير اوبستراكشن. ف شو راح يصير؟ راح يصير برونكو كونستركشن، برونكو كونستركشن يعني ضيق بالبرونكاي. يصير accumulation of a mucus, intraluminal mucus accumulation، هذا الميوكاس يصير thick ويتجمع بداخل البرونكيولز والبرونكاي. يصير inflammatory cell infiltration of the submucosa، ويصير basement membrane thickening، ويصير edema of the wall of the airway، airway wall edema. هاي خمس أشياء الباثوفيزيولوجي هو اسمه عبارة عن خمس أشياء. هو برونكو كونستركشن اللي هو سموث مصل، مو البرونكا هي شنو، سموز مصل مو مشكله المصل. سموز مصل كونستركشن اراوند ذا اير ويز واير واي وول ايديما، انترالومينال ميوكس اكيوميليشن، انفلاماتوري سيل انفلتريشن اوف ذا سب ميوكوزا، اند بيسمنت ممبرين ثيكنينج. هاي الخمس اشياء مجتمعه كونستيتيوت ذا باثوفيزيولوجي اوف اسما، يعني واحد يكمل الاخر. الاسما يقسموه يعني حسب الايتيولوجي اليرجيك ونن اليرجيك، يسموه اللي هو اكسترنسك والنترنسك. الاكسترنسك هو الاليرجيك اسما، اكسترنسك اليرجيك اسما عاده occurs before 2 years of age، عاده يبدي جوا السنتين. زين فهذول الاليرجيك او اكسترنسك اسما من تعرضون الى بولينز الى هاوس دست مايت غيره يصير عندهم تريجرنج فاكتورز، ويصير عندهم الاي جي اي كلش عالي، انكريس سيرم اي جي اي، وعبتهم ايوسينوفيل عالي بالدم. انا اسوي وايت بي سي ديفرنشال كاونت، شوف عندهم ايوسينوفيل عالي، وسرعتهم سيرم ليفل اوف اي جي اي عالي، وعبتهم سنسيتايزيشن اللي جوا السنتين يبدي عندهم، يسموهم اليرجيك او اكسترنسك اسما. الانترنسك ان انا اليرجيك اسما عندهم نورمال اي جي اي، وعندهم اليوسينوفيل تقريبا نورمال، واكثر شيء يسوي لهم سنسيتايزيشن هو الكولد اير اكسبوجر، البينز الاصباغ، السموك الدخان، الانفكشنز يعني الفيروسز بالذات بارانفلونزا والار اس في والادينو والراينو فيروسز كلهم ممكن نسوي لهم سنسيتايزيشن. بس من تشيلدرن بالحقيقه موست اوف ذا كيسز اوف اسما هي كومبايند اوف اكسترنسك اند انترنسك. الانترنسيك طبعا بالاكبر يصيرون فوق سنتين،
انترنسيك اللي هو انرجيك اسمه يسموه. زين في كومبينيشن اوف اكسترنسيك اند انترنسيك اسمه هو المور كومن ان تشيلدرن. الاكسرسايز اندوس اسمه اللي حكينا عليه يعني يوصل اب تو 95% اوف اسماتيك اتاكس ان تشيلدرن. ف كمان الاكسرسايز اندوس اسمه بالاطفال كلش كمان. شلون اشخص الاسمه؟ عاده اكو فاميلي هيستوري اوف اسمه باترنال ماترنال سبلينج واحد من الاخوه والاخوات يعني زين او اكثر. واكو ريكرنت اتاكس يعني عاده احنا اول اتاك صعب واحد يشخص بس ريكرنت اتاكس هاي جوز وذ اسمه. زين الشغله الثالثه شنو؟ ريسبونس تو برونكو دايليترز. من اكو فاميلي هيستوري اكو ريكرنت اتاكس واكو ريسبونس تو برونكو دايليترز هاي كل الكرايتيريا جو وذ دايجنوسيس اوف اسمه. زين ف بعد من يجينا الاسماتيك عدا الهيستوري هو طبعا هو كلينيكال دايجنوسيس ماكو تيست يقول لك هذا اسماتيك ماكو يعني سبيسيفيك تيست للاسمه ماكو. زين بس يعني احنا الاذر كلها كونفيرماتيف يعني مو سبيسيفيك تيست للاسمه ماكو. فعاده نشوفه يجيك ممكن يكون بس كف بس ويز بس تايتنس شي تايتنس او شي سبين بس يعني ديسني اون اكسرسايز او يجيك هو بالاكيوت اتاك يجي عنده ريسبيراتوري ديستريس يتراوح من مايلد الى مودريت الى سيفير اللي هي فليرنج اوف الانيزي انتر كوستال سب كوستال ريتراكشن تشيست هايبر اكسبانشن وهايبر انفليشن. شوف عندهم التاكي كارديا تاكيبنيا ديسنيا تخلي السماعه ممكن يكون عندهم ديمنشير انتري وبرولوند اكسبيراتوري فيز برولوند اكسبيراتوري فيز واكسبيراتوري او اكسبيراتوري اند انسبيراتوري رونكاي تسمع بالاكزامينيشن. ومرات يجون سيفير اتاك يسمونه ستيتس اسماتيكس. هذول شنو؟ هذول يجون فيري سيفير ديستريس يوصلون حتى يعني من الهايبوكسيا ممكن ساينوز يوصلون ومن تخلي السماعه يسمونه سايلنت تشيست يعني كل شيء ماكو ماكو يرنتري ما تسمع كل شيء ماكو يرنتري من تخلي السماعه كل شيء ما تسمع ورا ما تنطي برونكو دايليتر وستيرويد وكذا ممكن تسمع الارنتري وتبين الاذن شوي ينفتح صدره يقدر ياخذ بريدنج فيبين عنده الارنتري راح يصير اودبل مسموع وتسمع عنده البرولونج اكسبيراتوري فيز والانسبيراتوري اند اكسبيراتوري رونكاي. زين احنا الشيس اكس راي مو روتين بالاسماء الا اذا كنا نتوقع واحد عنده فيت كومبليكيشن صار عنده فيت نيمونيا مثلا اسماتيك وجي هاي جريد فيفر احتمال عنده نيمونيا فنسوي له تشيس اكس راي. اسماتيك وعنده يعني ديمنشن تري اون وان سايد نسوي له تشيس اكس راي احتمال هذا صار عنده فيت كومبليكيشن فيت نيموثوراكس مثلا صار عنده. زين او اسماتيك ونوت ريسبوند تو تريتمنت هم تكسبوا ذا دايجنوسيس او تو سي اف ذير از اني كومبليكيشن فما كان عند الشيست اكس راي. فالبقيه بصراحه يعني ماكو فد اشياء محدده بال يعني هو الشيست اكس راي نوت روتين اللي ممكن اسماتك بيش نسوي له الها سيرتن انديكيشنز اللي حكيناها. فالاسماتك بيشنت الاسماء يقسموها الى اربع اقسام اكوردنج تو سيفيريتي according to severity. شو يقسموها؟ يقسموها mild intermittent mild persistent moderate persistent severe persistent يعني stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 according to شنو؟ severity. هاي severity شلون قسموها؟ قسموها وفق معايير. شنو هي المعايير؟ المعايير اخذوا الدي سيمتومز واخذوا النايت سيمتومز واخذوا البيك اكسبيراتوري فلوريت يعني بالمورنينج فانكشن تيست يسووا لهم. طبعا هذا البرنامج عشان تعرفون يراد لواحد كبير 5 6 سنين يعرف يسوي فد ديب انسبيريشن وبعدين فول اكسبيريشن حتى يطلع البيك اكسبيراتوري فلو ريت. فشلون قسموها؟ قالوا يا بالدي سيمتمز وناي سيمتمز والبيك اكسبيراتوري فلو ريت او فلو ميتر. المايل انترمتنت شو يكون عندهم من اسمه مايل انترمتنت الدي سيمتمز الاعراض اللي بالنهار 2 اور ليس ذان 2 بير ويك بالنهار دي سيمتمز. النايت سيمتمز 2 اور ليس ذان 2 بير مانث بالشهر يعني بالاسبوع يتنق مره مرتين
بالنهار، بالشهر يتنق مرة مرتين، بالشهر بالليل. والبيك سبيراتور فلو ريت مالته فوق ال 80% اوف بريدكتد او اكسبكتد. زين المايل بيرسيستنت الدي سيمتمز مور ذان تو بير ويك، يعني 3 مرات 4 مرات 5 مرات بالاسبوع يصير عنده مور ذان تو بير ويك، هاي بالدي سيمتمز. بالنايت سيمتمز يصير 3 تو 4 بالشهر بير مانث، بالنايت سيمتمز 3 تو 4 بير مانث بس ما يوصل 5. زين بالشهر يعني الليالي اللي يصير عنده اعراض بيها بالليل بالشهر. والبيك سبيراتيف فلو ريت مالته اكثر من 80 همات، يعني 80 وفوق. زين بالمودريت بيرزيستنت الدي سيمتمز ديلي، يوميه عنده سيمتمز، يوميه بالنهار عنده سيمتمز ديلي. والنايت سيمتمز 5 اور مور تايمز بير مانث بالشهر. طبعا بالدي سيمتمز نقيس بالاسبوع وباليوم، بالنايت سيمتمز نقيس بالشهر. فالنايت سيمتمز بالمودريت بيرزيستنت 5 اور مور نايتس بير مانث عنده اعراض. والبيك سبيراتوري فلو ريت مالته بين 60 الى 80، 60 تو 80 نعتبره مودريت بيرزيستنت. السيفير بيرزيستنت الدي سيمتمز كونتينوال، النهار كله يوميا، النهار كله هو عنده لو كاف لو ديسنيا لو تشيست تايتنس، ماكو يوم يمر عليه مرتاح. والنايت سيمتمز فريكونت، فريكونت يعني شنو؟ يعني بالشهر فد 10 ليالي 12 ليله عنده فريكونت اتاكس ات نايت تصير عنده. والبيك سبيراتوري فلو ريت مالته جوا 60، 60% واقل من 60 البيك سبيراتوري فلو ريت. فهنا شو تفيدنا؟ تفيدنا بالمانجمنت، تفيدنا بالبلان اوف اور تريتمنت، لان كل واحد له بلان خاصه به. احنا مشكلتنا بالعراق بكل مستشفيات العراق وبكل عيادات الاطباء بالعراق 90% من الاطباء يعالج الاكيوت اتاك، يجي هو مريضنا الاسماتيك، المشكله مريضنا الاسماتيك يجي للطبيب بس من يتنك، من يصير عنده سيمتمز ما يلتزم ببلان اوف تريتمنت. معظم الناس 90% of people they are not compliant with the plan of treatment. لذلك الكنترول اون اسمه عندنا ضعيف بصراحه، لانه لا الطبيب منتبه لهالشغله ومركز بيها ومتابع ويا المريض، ولا المريض مستعد يتقبل انه ياخذ تريتمنت فور لونج تايم وهو ما عنده اعراض، يعني يكون فري اوف سيمتمز. ما تعجبهم هيك شغله، الناس يتعالج بالاكيوت اتاك ويقول لك صار زين بعد هاي زين. بالمايل انترميتنت شو نسوي احنا؟ بالمايل واحنا قلنا داي ويز سيمتمز مرتين بالاسبوع او اقل، نايت ويز سيمتمز مرتين بالشهر، البيك سبيراتوري فلو ريت مالته فوق ال 80. فنو ديلي بريفنتيف ميديكيشنز نيدد، يعني ما يحتاج نعطي علاج يومي. شو نعالج بالمايلد انترميتنت؟ تريتمنت شود بي ريكوايرد نو مور ذان تو بير ويك، لانه هو عنده مرتين بالاسبوع يصير دي سيمتمز. فبس شورت اكتنج بيتا اغونيست البتيرول ميتر دوز انهيلر ام دي اي وذ فيس ماسك اور سبيسر، هذا الفيس ماسك او سبيسر جهاز خاص للاطفال، او باينبيلايزر، حتى باينبيلايزر شورت اكتنج بيتا اغونيست اللي هي سالبيوتامول البتيرول اون نيد، يعني بس تريتمنت اوف سيمتمز اون نيد بالمايلد انترميتنت. يعني شنو؟ يعني ماكو لونج تيرم تريتمنت، بس تريتمنت اون نيد بالمايلد انترميتنت. بينما بالمايلد بيرزيستنت لا، لازم شنو؟ لازم ننطي ويا التريتمنت اون نيد من يصير الاكيوت اتاك، لازم نخليهم على ديلي انتي انفلاماتوري ميديكيشن او لو تو ميديوم دوز ان هيلث كورتيكوستيرويد. السؤال يقول لك اني مايلد بيرزيستنت، يعني مو مودريت ولا سيفير. زين اني مايلد بيرزيستنت اللي هو اني بالاسبوع بالنهار اعراضه ما تتجاوز 3 4 مرات، وبالشهر بالليل بالشهر ما تتجاوز 3 4 مرات، والبيك سبيراتوري فلو ريت مالتي فوق ال 80، حال المايلد انترميتنت. ايش قد اخذ اني انتي انفلاماتوري ميديكيشن او لو تو ميديوم دوز ان هيلث كورتيكوستيرويد فور هاو لونج؟ وليش انطيها؟ تقول له ها اللي اسمه از انفلاماتوري بروسيس، يعني شنو؟ اذا انفلاماتوري بروسيس از كونتينوينج وايل ذا بيشنت از لوكينج ويل بس ذا بروسيس از كونتينوينج، العمليه مستمره، انفلاميشن مستمر، يعني وما اخذت
البتيرون بلازر اخذت لك بخاخ بنت اورين وصارت زين وانفتح صدرك، قلت ها هي طبت. لا انت ما طبت، اسمك تحسنت مو طبت. اكو فرق بين تحسن وبين شفاء، هذا تحسن مو شفاء. بأي لحظة تشم لك عطر، تشم لك بخور، تركض لك شوية، تعرق، تنشل، راسين تنك، فيراد لك فد لونج كورس اوف انت انفلاماتوري ميديكيشنز او لو تو ميديوم دوز ان هيلث كورتيكوستيرويد، بخاخ ستيرويد زين، ف ات ليست فور 3 مانثس، ات ليست فور 3 مانثس لازم المايل بيرزيستنت يبقى على العلاج زين. المودريت بيرزيستنت يا هم اللي عندهم داي سيمتومز هو ديلي، والنايت سيمتومز 5 واكثر بالشهر، والبيك سباتل فلورايد بين 60 الى 80، مشكله هذول نسبتهم كبيره مو قليله زين. فشو يحتاجون؟ هاي دوز كورتيكوستيرويد، شنو؟ انهيلر ديلي يوميا، ولونج اكتنج ديلي برونكو دايليتر. لونج اكتنج اللي لونج اكتنج مثل ايش؟ مثل السالميتيرول، السالميتيرول 12 ساعه يشتغل، ولونج اكتنج ديلي برونكو دايليتر، والكورتيكوستيرويد انهيلر ديلي اللي هو هاي دوز، ياهو مثل البكلاميتازون. فاكو يجون بخاخ هو جاهز، يعني مثل سالميتيرول وبكلوميتازون او فلوتوكوزون هو وسالميتيرول، هو بنفس البخاخ يجي، هو بي كومبينيشن صانعته الشركه، سوى ستيرويد ولونج اكتنج برونكودايليتر بنفس البخاخ، يبخها سوى محسوبه الدوز منه ومنه، فياخذ باليوم مرتين كل 12 ساعه لانه هو يشتغل مع الساعه، ويبقى الشورت اكتنج برونكودايليتر فور سيمتمز من يتنق يسوي له نبيلايزر البتيرول او سالميتامول. بالنسبه للسيفير بيرزيستنت هنا اللي هو كونتينوال ديلي سيمتومز وفريكوينت نايت سيمتومز والبيك سبيراتوري فلورايد جوا 60، طبعا دول مشكله كلها كبيره، لان دول يحتاجون ديلي انتي انفلاماتوري ميديكيشن ويها هاي دوز نيل كورتيكوستيرويد، ومرات اف نيدد سيستميك كورتيكوستيرويد، يعطيهم شنو؟ اورال برednisolone او مثل برednisolone زين، تابلت او سيراب من ربع الى 30 ملي جرام بير كي جي بير داي، وبعدين طبعا نعطيهم ديلي اول مره 2 تو 3 ديفايد دوزز، بعدين نسويها لوست دوز اللي هو ديلي والترنيت دايز، حتى شنو يمشوا ويا الفيزيولوجيكال ريذم هو بالستيرويد، حتى لا ندخل البيشن ندخله بالستيرويد توكسيسيتي اللي هو الكوشنويد والرينال امبيرمنت وغيره وغيره وغير الاوبسيتي وهواي اشياء، يعني مشاكل الستيرويد لا تعد ولا تحصى، جروث ريتارديشن واكني وسترايا وهايبرتنشن وفلويد ريتنشن وكوما كوما اشياء، يعني اذا نبقى نعدد للصبح مشاكل الستيرويد. فافضل شيء تنطي مثلا في 5 تو 7 دايز، وبعدين من يصير امبروفمنت تعطي المينيموم دوز اللي تفيد المريض، وذا بيست هو تعطي اون الترنيت دايز ات مورنينج، يعني افضل شيء ستيرويد اذا تستعمل فتره طويله تعطي الساعه 8 الصبح، لان البيك ليفل فيزيولوجيكال ليفل مالت الستيرويد هو ب 8 الصبح. ليش الانسان الصبح ساعه 8 هو بقمه نشاطه، يكون المفروض قمه نشاطه وبقمه طاقته وبقمه عطائه من يبدي ب 8 الصبح، لانه البيك ليفل اوف ستيرويد الكورتيزول هو ب 8 الصبح، وياها يبدي ينخفض فالانسان بالليل يطفي لانه ينخفض عنده الكورتيزول بعد زين. ف من تنطي الدوز اوف ستيرويد ويا البيك ليفل مالت الستيرويد ما راح تخربط له الدايورنال ريذم اوف ستيرويد بجسمه، فتقلل السايد افكتس وتقلل التوكسيسيتي وتحقق ذا بيست بنفيت اوف ستيرويد. فافضل شيء اون الترنيت دايز، يعني بين يوم ويوم، ات مورنينج ساعه 8 الصبح ذا بيست واي تو جيف ستيرويد. مثلا بالنفروتيك سيندروم، هسه احنا بالنفروتيك سيندروم ننطي ستيرويد من يصير اليورين كلير اوف البومين، راح يكون نستمر على الستيرويد شهرين 3 شهور، نحاوله اون الترنيت دايز يعني افري اذر داي سنجل دوز ات مورنينج زين. هنايا بالاسم هم نفس الرول تبع، اذا يحتاج السيفير بيرسيستنت هو قليل، اقل شيء هم السيفير بيرسيستنت، الغالبيه هم المايل بيرسيستنت والمودريت بيرسيستنت، المايل انترميتنت هم اكو نسبه، يعني ما عندنا الحقيقه احصائيات، ما اعطيكم ارقام على العراق يعني زين. الاذر دراجز اللي نستخدمها هو قلنا احنا الكورتيكوستيرويد، اكو بروفيلاكسز بالاسم، طبعا البروفيلاكسز هنا ايش تنطي؟ مثلا ينطون
طبعا avoidance of precipitating factors، يعني الانسان من يعرف نفسه يتنق من العطر القوي، شكو يروح يخلي عطر قوي؟ من يعرف نفسه يتنق من التبريد القوي، شكو يقعد جوا السبلة مو والهواء البارد؟ من يعرف نفسه يتنق قدام المكيف الحار، ما يروح شغل مكيف حار مو؟ من يعرف نفسه يتنق من ياخذ الاسبرين، ماكو داعي اخذ اسبرين مو؟ من الـ avoidance of precipitating factors number one. number two نقدر نعطي drugs for prophylaxis. عندنا اثنين، عندنا الكيتوتيفين، سامعين بيه الكيتوتيفين، الكيتوفين يسموه الناس. زين الكيتوتيفين هو شنو؟ هو انتي هيستامين، يسمونه ماس سيل ستابيلايزر. شنو يعني ماس سيل ستابيلايزر؟ هو شلون يصير الاسماتيك اتاك؟ من يصير اكسبوجر تو الليرجن معين راح يسوي سنسيتايزيشن. السنسيتايزيشن ايش راح يسوي؟ راح يحفز الماس سيل. الماس سيل شو يصير بيها؟ يصير بيها دي جرانوليشن، تحطم نفسها، راح تطلع منها المدييترز، انفلاماتوري مدييترز، الكينين والبريديكاينين والسايتوكاين والهستامين واشكال وانواع ميات الانفلاماتوري مدييترز. هي هاي اللي تسوي البرونكو كونستركشن، وتسوي البيزمنت ميمبرين ثيكنينج، وتسوي ميوكوس برودكشن، وتسوي شنو بعد اكيوميليشن اوف ميوكوس اند ذن ذا برونكاي، وكل هالمصايب تسويها هاي. فهذا الكيتوتوفين يسمونه ماس سيل ستابيلايزر، يعني يمنع الديجرانيوليشن اوف ماس سيل، فيقلل الالرجي، يقلل السنسيتايزيشن. مشكلته يسوي سيديشن، يخلي واحد ينعس، فما يصير واحد ياخذ يروح الدوام او يسوق سياره. ف اتس يوجوالي جيفن ات نايت، لذلك نطيب بالليل. زين الدرج الجديد هسه يسمونه لوكوتراين ريسبتور انتاغونست. زين هذا شنو؟ هذا يسد الريسبتورز اوف ليكوتراينز، ف يشتغل كبروفيلاكسيس، اللي هو يسمونه المونتيلو كاست. مونتيلو كاست ده يجي 4 مللي جرام و5 مللي جرام و10 مللي جرام. 4 مللي جرام جوه 6 سنين، من 6 الى 12 يعطون 5 مللي جرام، فوق ال 12 ينطي 10 مللي جرام. الاربعه والخمسه هو تشوبل يعني قرط، وفوق ال 10 مللي جرام ينبلع، اللي هو تو بي سولود، يعني تابلت تو بي سولود. زين وطعمه طيب. اكو حتى هسه بال 4 مللي جرام ساشيه، اكياس باودر للاطفال، يحلوها بالماء يخلوها او بالحليب ويشربها الطفل عادي وطعمه طيب، وما بي اي سايد افكتس. هذا المونتيلو كاس ما بي سايد افكتس، وصنعته كل الشركات، حتى كو بايونير عراقي مال اربيل هسه موجود. زين ف لحد الان اكو شيء على اسمه؟ سؤال على اسمه يا شباب؟ واضح الكلام؟ واضح لو صعب؟ واضح دكتور ان شاء الله. ها؟ واضح ان شاء الله دكتور. زين في الاسماء موضوع كلش 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 طويل، هاي اختصار ترى كلش مختصر يعني. فالمطلوب تعرفون شو وات از اسماء، شنو الديفينيشن اوف اسماء، يعني شنو الباثوفيزيولوجي اوف اسماء، مهم لازم تعرفوه. شنو المين بريزنتيشن اوف اسماء، شلون يجي الاسماتيك بيشنت باي هيستوري باي كلينيكال اكزامينيشن، شنو الريسك فاكتورز اللي ممكن نعتبر هذا اسماتيك حكيناها، الكلاسيفيكيشن اوف اسماء الرجيك ونن الرجيك اكسترنسيك ونترنسيك، شلون نشخص الاسماء، هو قلنا كلينيكال دايجنوستس، وشلون نسوي كلاسيفيكيشن اوف اسماء اللي هو مايلد انترميتنت، مايلد بيرسيستنت، مودريت بيرسيستنت، سيفير بيرسيستنت، حسب الدي سيمتومز والناي سيمتومز والبيك سبيراتوري فلو ريت، والمانجمنت تعتمد على هذا الكلاسيفيكيشن. زين لانه اكو اكيوت اتاك واكو كرونيك انفلاماتوري بروسيس هي مستمره. الاكيوت اتاك كان بي مانجد، بس احنا لازم نعالج بنفس الوقت الكرونيك انفلاماتوري بروسيس، مو بس نعالج الاكيوت اتاك وباي باي حمودي، ما يصير هيك شيء. فاحنا المفروض عندنا بلان تو تريت ذس كرونيك ديزيز، من اسمه كرونيك، فالتريتمنت لازم تتناسب مع حجم المشكله، مو بس نعالج الاكيوت اتاك. وطبعا المريض كيف يجوا يومين اخذ علاج وصار زين، يقول لك الحمد لله، يعود منه وقع مره ثانيه ودي للطبيب. زين لا، احنا المفروض نخليه على بلان، يعني education of the family very important هنا، about the triggering factors, about avoidance of sensitizers, about the prophylactic treatment, about the treatment of acute attack، ويعني قدر الامكان انه
حقق لهم ذا بيست يعني لايف. فهناي الرياضة حتى أبو الاكسرسايز ولو اسمه، شنو أحسن رياضة لأبو الاسمه؟ من يقدر يقول لي What is the best type of sport for asthmatic patients؟ شنو هي؟ بالكبار The best type of sport for asthmatic patients شنو؟ شو توقعون؟ Swimming، السباحة. The best sport for asthmatic patients هي السباحة. أقل وحدة تسوي لها الأتاكس وأحسن وحدة تفيده. فعادة يعني برا تعرفون مسابح هواية وكلها تعلم أولادها السباحة. زين، احنا وصية الرسول صلى الله عليه وآله يقول علموا أولادكم ركوب الخيل والسباحة. واحنا شو علمهم؟ ركوب الذبانة والدراجة والستوتة. ومو صارت الخيل مالتنا الدراجة والستوتة، مو قبل فارس الأحلام يجي على الحصان، هسه قام يجي على الخاص فارس الأحلام، مو ايه. فالمهم فالاسماتيك بيشنت احنا وي تراي تو كيب هيم او هير از نورمال بيرسون از بوسيبل، يعني يروح يعيش نورمال لايف، سكول اتندنس، لان الميسنج اوف سكول دايز واحده من علامات البور كنترول فور اسماتيك بيشنت. يعني اذا عنده مالتيبل سكول ابسنسز، يعني عنده غيابات هوايه بالصف، معناه هذا يصير عنده اتاكس هوايه، معناه هذا نوت كنترولد وبورلي كنترولد اسمه. فلازم احنا فول هيستوري من الفاميلي اباوت سكول بيرفورمانس اتندنس اوف كلاس رومز، يعني اكتيفيتي بارتيسيبيتنج ان ديلي لايف اكتيفيتيز، فعاليات اللي اهله يسووه واذا يشارك وياهم طلعات طبات من شنو، هاي كلها المفروض ناخذها بنو بالويكند وين يروحون. زين، يشارك ما يشارك وياهم. ف وي شود يعني جوكيت ذا فاميلي تو تريت هيم از ا نورمال بيرسون، مع الاخذ بنظر الاعتبار الاحتياطات اللي مطلوب اتباعها بالبروفيلاكسيز والبريفنشن والافويدنس اوف precipitating factors اللي هي قلنا تختلف من شخص إلى شخص. زين، هاي تتكون عندنا حسب الهيستوري وحسب الكلينيكال اكزامينيشن وحسب يعني الفولو اب. هسه ماكو اي سؤال؟ لا ماكو دكتور. يعني شكرا، تصبحون على خير. يلا مع السلامه، في امان الله.